السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة قدرات، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال خالد الطالب وزير الصحة اليوم الخميس بالرباط إن توقيع اتفاقيتي تعاون بين المغرب والمختبر الصيني سينوفارم يهدف إلى إشراك المغرب في التجارب السريرية للقاح مضاد لكوفيد 19. وأكد السيد الطالب في تصريح صحفي على هامش حفل توقيع عبر تقنية الفيديو بين الرباط وبيكين على هاتين الاتفاقيتين أن التعاون المغربي الصيني سيسمح للمملكة أن تضمن بأن يكون المواطن المغربي من بين الأوائل ممن يتلقون التلقيح. وأضاف الوزير أنه من المحتمل أن يتمكن المغرب من إنتاج اللقاح قريبا جدا في إطار تبادل الخبرة بين الرباط وبيكين. وبعد أن أبدى قناعته بأن العودة للمرحلة العادية قبل تفشي وباء كورونا لن تتم إلا عبر إنتاج اللقاح، سجل السيد أيت الطالب أن هذا اللقاح واعد جدا لأنه تمت المصادقة عليه من طرف مجموعة من الدول، حيث ستتم تجربته أولا على المتطوعين ابتداء من الأسبوع المقبل، مشددا على أن الاتفاقيتين الموقعتين تسمحان للمغرب بالحصول على اللقاح في أقرب الآجال. وأوضح الوزير أن حفل توقيع الاتفاقيتين بين المغرب والصين يروم إطلاق تجربة أولى للتجارب السريرية للقاح في المملكة التي ستوفر على ترسانة قانونية مهمة في هذا المجال. شكرا على حسن تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.